السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنستفتح الكلام عن إعادة الإعمار، يعني الموضوع محتاج كذا قعدة لأن في مشاكل كتيرة محتاجين نفكر فيها مع بعض. محتاج إن أنتوا تقولوا لي إيه رأيكم، إيه اقتراحاتكم، إيه الأفكار، بحيث إن إحنا نحط منهج لإعادة الإعمار بشكل علمي وبشكل يوفر حياة جميلة للناس اللي هتسكن فيها. الناس اللي هتسكن في الأماكن اللي إعادة الإعمار، يعني أسيادنا محتاجين إن إحنا نصمم لهم أحدث حاجة نقدر نصممها. يعني تفكيري إزاي نعمل لهم مدينة ذكية، سمارت سيتي، مش إن إحنا نعمل لهم خيام أو نعمل لهم كذا أو نعمل لهم كذا، لا، إزاي نوفر لهم حياة كريمة بحق، إزاي نوفر لهم أفضل حاجة اللي هي موجودة في اليابان وموجودة في أوروبا، نوفر لهم حاجة كويسة جدا، فرصة إن نحن بنبني الحاجة فنبنيها على أحدث طراز، وبالذات إن هم عانوا، فيعني ده أقل اعتذار اللي ممكن نقدمه لهم، اعتذار قدام ربنا إن يعني إحنا قصرنا وخذلنا و والحاجات دي كلها، فبقدر الإمكان بنحاول نساعد. ونخلي بالنا من نقطة خطيرة جدا لو فكرنا فيها هتغير حاجات كتير قوي، إن تقريبا يعني 99% من المهندسين والمعماريين بيشتغلوا عند اللي هو أقل، يعني نسبة قليلة جدا من السكان اللي هو عنده إمكانية إن هو يوفر مهندس أو مكتب استشاري يصمم له الحاجة، إنما أغلب الشعب ما عندوش القدرة على حاجة زي كده. فمش بقول لك صمم ببلاش، لكن التطوع في التصميم مش بس فكرة إن أنت ممكن تصمم مسجد او مستشفى او كذا، ممكن ان انت تقعد مع حد 5 دقايق تفهمه فكرة ان هو يبقى حريص على حاجة معينة تكون صالحة، او حاجة تكون تساعد على ان اولاده يتربوا بشكل كويس. يعني مثلا في مشكلة عندنا في الفلاحين ان هو الحيوانات او الانعام اعزكم الله بتبقى موجودة معاه في قلب الشقة، وده بسبب انتقال الامراض، أمراض كتيرة جدا زي انفلونزا الطيور، انفلونزا الخنازير، الحاجات دي بتبقى الكلاب الموقوتة بتنقل المرض. طب ايه الحل؟ ان انت ممكن تسكن في مكان، تحطهم في مكان، او على الاقل ميبقاش ليهم نفس المدخل اللي انت بتدخل منه، يعني في مدخل للشقة وللبيت بتاعك وهم ليهم مدخل تاني من ناحية تانية وحاجات زي كده. فدي يعني ابسط حاجة، لكن في حلول كتيرة جدا ممكن ان احنا نتكلم فيها، نوعي ناس بأفضل طرق للحياة وأفضل طرق للمعيشة. فاكرين سر الأرض اللي كانت معمولة للفلاحين إزاي يحسنوا الإنتاج البيئة بتاعتهم؟ إحنا برضه عايزين سر العمارة أو وهكذا. خلي بالك إن أنت لما بتتطوع بالحاجة اللي أنت بتشتغلها والحاجة اللي أنت اتعلمتها، ده قيمتها أعلى بكتير، أعلى بكتير جدا من إن أنت تتطوع مثلا أنت تشيل حاجة من مكان لمكان أو من هنا لهنا. لا، ده انت الساعه بتاعتك ممكن تبقى ب$1000 الساعه اللي انت مثلا كدكتور مثلا برعت بيها ان انت بتكشف على الناس، او مهندس بتساعد او بتشاركنا بالخبره بتاعتك عشان نعمل افضل حاجه نقدر عليها لاعاده الاعمار. طيب، في جمله مشهوره هي اصلا اتقالت لاعاده الاعمار، تشرشل كان بيقول نحن نشكل مدننا وهي تعيد تشكيلنا. دي اتقالت بعد الحرب العالمية التانية لما كانوا بيفكروا ازاي هيعملوا مبنى للوردات والمباني اللي حواليه، فقال الجملة دي. هي فعلا انت ممكن تشكل المدينة بأكتر من طريقة، ممكن تشكلها مدينة مقاومة، يعني انت تصميمك المدني هو تصميم مقاوم، انت عارف ان المنطقة دي ممكن تتعرض لخطر، فهنختار الشارع بتاعتها واسعة او ضيقة حسب الحالة، يعني دي لها حالات ودي لها حالات وهنشوفها مع بعض، فدي لازم نخلي بالنا منها. طيب، المهندس حسن فتحي الله يرحمه كان بيقول هناك 800 مليون نسمه من فقراء العالم الثالث محكوم عليهم بالموت المبكر بسبب سوء السكن، هؤلاء هم زبائني. برضه فكر في كده، احنا عندنا اكتر من النسبه دي بكتير، النسبه دي كانت زمان عندهم محكوم عليهم بالاعدام بالموت بسبب ان التصميم سيء. احنا لازم نساعد، احنا لازم في عهد العمار نصمم افضل حاجه ان الناس تقدر تعيش وتعيش بعزة وكرامة، ومش عايزين فكرة ان احنا نوجد لهم خيام ويقعدوا فيها، لا، الخيام دي بيبقى حل مؤقت لحد ما تبني لهم حاجة تليق بأسيادنا.
طيب الكلام اللي احنا هنتكلم فيه مش خاص بحته معينه، يعني ممكن تلاقي كلمه غزه كتير، انما احنا بنتكلم عن فلسطين كلها، عن سوريا، عن اي دوله، حتى لو في الصين، في الهند، في روسيا، في امريكا. ده دي افكار لو حد عايز يستفاد منها يا اهلا وسهلا وتعاون معايا، لان هدفك الانسان، والاسلام علمنا وفي كل كبد رطبه صدقه. تمام. فهي في تحديات في اعاده الاعمار لازم احنا نفكر فيها. يمكن غزه ليها تركيز شويه عشان الاحداث اللي جايه، شده الدمار، شده تضرر البنيه التحتيه، كل الحاجات دي محتاجه ان احنا نوجد لها حلول. العماره لها دور كبير في المقاومه، اعاده بناء المدارس والمستشفيات والجامعات، دي اللي تقدر تساهم في بناء الانسان وتطوير المجتمع. في احد الاسرائيليين بيقول، او الصهاينه بيقول، الفلسطينيين سيهزموننا في غرف النوم ومدرجات الجامعه. بناء المساجد والكنائس، تعزز روح الوحده الدينيه والوحده الوطنيه، ترميم المعالم التاريخيه اللي تحافظ على التراث الوطني، زي مثلا مدينه بابل الاثريه في العراق، وهنتكلم على امثله كتير من اعاده البناء. فاحنا هدفنا ان احنا نشوف التحديات ونبدا ان احنا نحللها ونوجد افضل الحلول وافضل الافكار لاعاده التعاون، ويتمنى ان احنا نتعاون في اعاده الاعمار في كل الدول العربيه، واهلنا في اليمن، في سوريا، في ليبيا، في كل مكان. طيب في برضو من ضمن الحاجات ان انت وانت بتعمل اعاده البناء بتحاول ترجع المدينه لشكلها الاصلي قدر الامكان، يعني ده اكتر حاجه تغيظ الشخص اللي دمر لك المكان، ان انت ما قدرش يعمل حاجه، انا قعدتها احسن من الاول. تمام. يعني في مثلا الكاتدرائية المسيح المخلص في موسكو سنه 2000 اعادوا بنائها بنفس الشكل، بنفس المكان، بنفس كل حاجه، دي دمرت نتيجه حريق. فهم لما جم يبنوها تاني راحوا عملوها بنفس الشكل، شافوا الصور واعادوا بنائها. وكنيسة نوتردام لما اتدمرت واتحرقت بدأوا يشوفوا في لعبة كده، كانت واحد بيعمل اغتيالات وحاجات زي كده، بدأوا يشوفوا كانوا عملوا مسح بالليزر سكان، فبدأوا يرجعوا لها وبدأوا يعيدوا بنائها بنفس الأفكار ونفس كل حاجة. طيب التعريف، الكارثة في كارثة طبيعية وكوارث، يعني اعتداءات من آخر، فهو ممكن يكون حدث منهج خارجي، فلازم ان احنا ايه نفكر فيه. طيب اعادة البناء تعريفه ايه؟ اعادة البناء المتوسطة وطويلة الاجل للبنية التحتية الحيوية، زي المرافق والهيكل المادية، الشبكات، كل الحاجات اللي بتخدم الحياة عشان نضمن استمرارية الخدمات الاساسية في حالات الطوارئ والحد من الاضرار والخسائر الناتجة عن الكوارث، ونقدر ان احنا نصلح كل الحاجات دي ونرجعها تاني افضل مما كانت. ده ممكن يتم من خلال مساعدات دولية أو تمويل حكومي أو جهود محلية. البنية التحتية الحيوية دي الطاقة، المية، النقل، الاتصالات، الرعاية الصحية، الحكومة. الأفضل إن الحاجات كلها دي ما تكونش، يعني في حالة مثلا زي حالة غزة ممكن يحصل اعتداء في أي وقت، تبقى الخدمات لا مركزية. تمام. لأنها مركزية عنده نقطة ونقطتين هيضربها، إنما لو هي متوزعة في كل بيت أو في كل حارة، كل شارع، صعب انها تتدرب. فلذلك دي انا افضل ان تبقى في لا مركزية، يعني في كل بيت في وحدة انتاج مياه، فنشوف ازاي فكرة انتاج المياه، وحدة انتاج الطاقة الشمسية. تمام. فوق البيوت، فدي لها افكار برضو. فكل الحاجات دي صعب ان هو يضرب كل حاجة، هو طبعا بيدمر كل حاجة، بس ما فيش 3-4 نقط موجودة، لا ده الموضوع بقى في كل مكان، لو دمر مكان البيت الاماكن لسه موجوده. طيب لو جينا نبص على بعض الامثله على عادات الاعمار، في مشكله بقى واجهتني في القصه دي لما بدات ارجع للمراجع العربيه الاقي كلها بتؤكد ان بدايه عاده الاعمار بدات مع الحرب الاهليه الامريكيه اللي هي تقريبا مثلا من 200 سنه. يعني ليه؟ لان هو المرجع بتاعه اللي بدا منه هي مراجع امريكيه، فالامريكان معروف في التاريخ بتاعهم ان هو بيركز على تاريخه وبيهمل تاريخ العالم كله. يعني لما تيجي تدور على اي موضوع، الاستدامه، ينسى فكره الاستدامه
الا بدايه الاستلام عنده المباني اللي هي ناطحات السحاب والحاجات ديت. هو ما فهمش حاجه في العماره غير ما بدايه العماره عنده في امريكا، ما لهوش دعوه بالعماره في اي دوله في العالم كله. فبرضه قعدت الاعمار الاقي كتب العربيه مصره ان عاده الاعمار بدات في يعني الحرب الاهليه في امريكا، وينسى ان دول مثلا القاهره اتدمرت وتم اعاده الاعمار كذا مره، بغداد اكتر من مره، في سوريا هتلاقي دمشق وفي اكتر من دوله وكل الاماكن ده حاجه طبيعيه بيحصل دمار نتيجه زلزال او نتيجه البغول تفار الحاجات دي كلها او اعاده الاعمار. فالامريكان مش وراهم من غير ما نفكر، لكن لو انت فكرت هتلاقي ان امثله كتيره جدا زي مثلا اعاده مدن القناه تمام كانت اتدمرت وعدنا ثاني، اعاده بناء المدن الاوروبيه اللي دمرتها الحرب العالميه الثانيه. انا ما ارضيش اتكلم عن الحاجات القديمه لان الاسلوب بتاعها اختلف شويه، فاحنا بنشوف ايه الحاجات اللي موجوده دلوقتي. الكويت تعرضت للغزو و تم اعاده اعمارها مره اخرى، في اعاده بناء هايتي بعد الزلزال 2010، في الدار البيضاء في المغرب تمام، وركزوا بقى في المشروع دوت على ان هم يجددوا المدن القديمه وتحسين التصميمات عشان يوفروا كفاءه طاقويه طاقه والحفاظ على الاراضي والموارد الطبيعيه واستخدام موارد صديقه للبيئه. فدي الحاجات اللي احنا هنستفاد منها. طيب تجربه العاصمه البولنديه وارسو دي عجبتني لان هم قدروا ان هم يحولوا الركام لماده يستفادوا منها، قدروا ان هم يحافظوا على المعالم التاريخيه، كان قعدوا ياخدوا زي مخططات بحيث ان هم يرسموها بعد ما الحرب تنتهي، وقدروا ان هم يجيبوا المخططات دي ويخبوها وبعد الحرب قدروا ان هم يطلعوها ويبداوا يتعرفوا على الاماكن الاصليه ويبنوها تاني. السلبيات اتعرضت للتدمير المنهجي عده مرات، يمكن ده موجود في الدول العربيه، تلف الجزء من الوثائق المحفوظه، اعمار قطاعات واهمال قطاعات اخرى، حفاظ على الفترات التاريخيه واهمال بعضها. الايجابيات مساهمه المختصين المحليين في جمع المعلومات، حفظ الذاكره والاصاله في المباني التاريخيه، اعاده الاعمار من الاقدم الى الاحدث، ايمان المجتمع والتمسك بالهويه واسترجاع الاصل. عندنا برضو بيروت، الحرب الاهليه والحروب الخارجيه، على فكره يعني في حروب كتيره بين الكيان وبيروت اكتر من حرب، يعني وانا بقرا فوجئت ان في حروب كتيره الواحد ما قراش عنها، الاجتياحات كتيره جدا، في مشاكل كتيره جدا. ف يعني نسال الله لهم كل خير ان شاء الله، ربنا يقدر لهم الخير. فكانت الخطه لاعاده الاعمار المباني التاريخيه، انشاء مرافق عامه جديده، تطوير المنطقه كمركز تجاري وثقافي، لازم كل منطقه يكون في مكان الاهالي يقدروا يتجمعوا فيه ويتناقشوا حتى لو ميدان عام، يقدروا يمارسوا الانشطه يتعرفوا على بعض. دي من الحاجات الاساسيه اللي لازم انها تتعمل. كان في مشاكل تمام زي مثلا صعوبه تحديد اصحاب الاراضي لان السجلات العقاريه اتدمرت، ارتفاع تكلفه اعاده البناء، الخلافات السياسيه ودي لازم تتحل طبعا. طيب إعادة الإعمار للمباني التاريخية استعادت الحالة الأصلية للشيء ليعود قادراً على استمرارية، وبنحدد استراتيجية سياسية طويلة المدى عشان نعالج الأسباب الجذرية لمعالجة نشوب الهروب. طيب المجال العمراني في تلات خطوات رئيسية في بيروت، تجديد وإنعاش المنطقة، بقى في التركيز على الاستخدام التجارية والترفيهية والثقافية والإدارية والاستخدام السكني، تنفيذ المشروعات حسب الأولوية بقوا منظمين كده ايه المشاريع اللي هنبدأ فيها، تحسين الفراغات المعيشية والبنية التحتية وخصوصا الساحات عشان يعملوا فراغات عبرانية عشان تساهم في تذويب الفروقات بين الناس. إعادة إعمار مدينة نابلس، دي مدينة نابلس طبعا من أقدم مدن العالم، يرجع تاريخها 5600 سنة، في وسط فلسطين تعرضت خلال الاحتلال لاجتياحات وتدمير كبير خلال سنوات الاحتلال والانتفاضة الأولى والثانية. طيب إعادة تأهيل المباني المتدهورة،
تم إعادة تأهيل للمباني ووقف عمليات التدهور الإنشائي، تأمين الشروط والظروف الصحية والبيئية المناسبة، إعداد خطة تأهيل المباني التاريخية. من ضروري جدا إن إحنا قبل ما نعمل أي حاجة إن إحنا بنقيم المباني دي، يعني بنعدي على مبنى ونبدأ نقول إن المبنى دوت الدرج بتاعه كبير ما ينفعش السكان يقعدوا فيه، لازم يتم الإخلاء. لا المبنى دوت ما فيهوش يعني ينفع إن هو يتعالج. طب لو هيتعالج هيتعالج إزاي؟ الأفضل لو هو متدمرش بالكامل وينفع إن هو إعادة بناء بتعديل بعض الحاجات، إن أنا هتفق مع صاحب المكان أنت أدرى واحد يقدر يصلح إزاي، فإحنا هنديك الفلوس على 3 أجزاء، هنديك جزء تمام وهنرجع بعد مثلا شهر نكون اتأكدنا إن الجزء ده اتعمل، خلاص نديك الجزء التاني والجزء التالت لحد ما صاحب المبنى هو اللي يعيد بناء المبنى مرة أخرى. تمام، لأنه هو أدرى بالمبنى بتاعه. والخطة كانت ماشية إن هي استعمال مواد وأساليب البناء التقليدية حسب حيثما أمكن، وتجنب ترميم هذه المباني بمواد حديثة تتنافر مع المبنى والطابع التقليدي، وتوعية الأهالي على أهمية الحفاظ على المباني من خلال عملية إعادة تأهيلها وتشجيعهم على المشاركة في الحفاظ عليها. طبعا وأنت بتعمل لجنة الفرز دي لازم يكون معاك مهندس معماري، انشائي، ميكانيكا، كهرباء، الاربعه بيدخلوا بيتاكدوا كل واحد بيشوف جزء خاص بيه ويبدا يقول هل المبنى دوت فيه مشاكل خطيره لازم ان احنا ندخل، او ممكن صاحب المبنى هو اللي ياخد المال هو اقدر على موضوع الصيانه. تمام، ما ينفعش واحد بس لان ممكن هو يكون في حاجه غير تخصصه، كل واحد فيهم بيبقى مركز على نقطه معينه. توفير الصيانه الدائمه للمباني وبشكل دوري، اعداد فهرس ودليل سهل الاستخدام اي حد يقدر يفهمه، ما فيهوش رموز هندسيه مشفره ولا حاجه من الحاجات دي خالص، ولازم نحافظ على القيم التاريخيه والمباني التاريخيه، ولو في حاجه فيها دمرت نرجعها زي ما كانت، مفيش حد يقول لا ده انا هعملها بشكل احدث، لا هي زي ما كانت، هي دي افضل رد على التدمير. فعندنا الترميم المعماري نهج علاجي وفلسفه خاصه في مجال الحفاظ المعماري للمباني، تختلف الأعمال الترميم من حيث الحفاظ من خلال السماح بإزالة بعض المواد التاريخية لوضع تصور دقيق. ممكن يبقى فيه حفظ تاريخي، حفظ وإصلاح المواقع والتحف الأثرية والتاريخية والثقافية، وفي أنواع كتيرة للحفاظ. فأهم حاجة إن احنا نحافظ على نفس الشكل، ولو احنا نعمل ترميم نعمل بنفس المواد اللي كانت موجودة فيه. طيب واحنا بنعمل استراتيجية إعادة الإعمار بنركز على 4 مبادئ أساسية. الوقائية، إن احنا نمنع إن الكارثة دي تحصل تاني، فمثلا لو زلزال واحنا بنصمم بنبقى عارفين مثلا إن في زلزال حصل قبل كده فلازم نصممه واحنا عاملين حسابنا إن ممكن يتكرر، حصل اعتداء ممكن الاعتداء ده يتكرر. الشمولية، بنبدأ نشوف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية والجمالية، كل الحاجات دي تكون موجودين، ولازم نركز مثلا إن الجامعات اتدمرت فلازم يكون في طريقة ان احنا نوصل المعلومة بشكل او باخر من خلال مثلا اونلاين او كذا، ما ينفعش رغم كل الحوادث ان التعليم يقف، لازم هو اللي يكمل لان هو ده املنا في التحدي ان شاء الله بعد الله سبحانه وتعالى. التكامل مع البرامج التنموية الاخرى، الاستدامة عشان نقدر نعمل مجتمعات اكثر قدرة على الصمود، يعني فكرة المدينة الذكية إن مدينة لو تم حصارها مش محتاج حاجة من بره، يعني عندها اكتفاء ذاتي من حيث المية من حيث الكهرباء من حيث كل حاجة. إن شاء الله نحاول نكمل مرة تانية اللقاء بإذن الله.